نرتاح منه. فنيو أقول project new project، وبعدين بقول له هني project مالي بسمي for، لا خلينا نبدأ احنا بالوايل، خلا while loop، while loop بسمي كذي. نوع الكونسول اقول اوكي، while loop قلت له سيف، سوى لي بالشكل هذا. زين خلينا نكبر الشاشة لان عيونكم ما تشوف، اذا كانت الشاشة صغيرة كبرها من اعتقد tools compiler option، لا مو compiler option، tools this editor option، بعدين احط font خلي شيء مريح حق العين 22، اقول اوكي. شباب ان شاء الله يكون واضح، احنا قلنا ان هذا كله ما له داعي شلته. الحين هذا برنامج لو حبيت ان اخلي البرنامج يطبع لي من الواحد للعشرة، زين اقول له انت اكس، فالاكس صارت انتجر، بعدين احط اكس فيها قيمة ابتدائية واحد عدل، بعدين اقول له سي اوت اطبع لي الاكس، بعدين اقول له اكس يساوي اكس زائد واحد، اقول له سي اوت اكس مرة ثانية. زين اذا هذه العملية قلت له اكسكيوت اشوف شو يصير، شو الناتج العملية هذه. خلنا نطمن عليكم على ما هذا. زين ايش اعطاني هني؟ اعطاني قال لي السي اوت ترى ما اعرفها الحل، من يقول لي ايش الحل؟ في غلطه انا سويتها. يلا شباب نشوف، ما نسينا احد هناك. تمام هنسك هذا، نشوف من يقول لي من الشباب شنو غلطة نسيتها، شنو الشيء ما كتبته. ما شاء الله شباب زادوا. أبو عباس ما حطيت شنو؟ محمد هذا كاتب لي ما حطيت. colon سي اوت. زين يعني هي لازم اقول std colon colon. كلامك صح، execute run. اوه واحدة ثانية بعد حتى هذه std colon colon، عذاب كذي كل مرة بسوي. اكيد واحد بيكتشف طريقة اسهل. كاشتغل قاعد يسوي لينكينج، خلص كومبايلينج. نشوف الشباب شو يقولون. اوكي اشتغل، شوفوا اعطاني واحد اعطاني اثنين يم بعض. سي ان، لا انا ما ابي سين، ابي يطبع لي من واحد لعشرة. عيست طبعت واحد اثنين وبس بشوف شو يسوي عشان قبل اكمل العشرة. انزين عبد اللطيف، عبد اللطيف ايوه، لا فلاح اول واحد قالها. using namespace std، عبد اللطيف كتبها ولا منو؟ يلا اثنينكم مع بعض نفس الدقيقة نفس اللحظة، عندنا عبد اللطيف وفلاح. خلينا نفتح دفتر المكافآت شباب، اللي دش متأخر بس عشان اذكركم سجلوا حضور، ما راح اسجل حضور بالاسم، ما راح ناديكم هالمرة،
دشوا في شيء اسمه اتندنس فبراير 17، طق يس وقول له سيف تشينجز. ماشي شباب، تلقونها هني. اول شيء اول شيء اول مربع فوق في شيء اسمه اتندنس فبراير 17، شفتوها هذه؟ طقوا عليها وحضروا روحكم. الحين انا ايش بسوي؟ بسوي هني الكلاس بارتيسيبيشن، كلاس بارتيسيبيشن. شوف هني طق على هذه، طق على هذه. عندي منو؟ فلاح. فلاح زين، هذا فلاح العازمي. ومنو عندي؟ من اللي جاوب؟ فلاح العازمي وعبد اللطيف جي اي. لو الاسم اسهل، عبد اللطيف ك جي اي بي. تمام. فايش قالوا؟ قالوا لي هني، طبعا شوفوا حطالي واحد اثنين يم بعض. ها انزين، انا ما ابي كذي، ابيهم تحت بعض. فحط هني اند المره ثانيه نفس الشيء هني اند. وبعدين اذا حطيت هني تحت هذه يوزنج نيم سبيس اس تي دي، هذا يفكني من هالاضافات هذه المزعجه. فاحنا لما اسوي كومبايل راح يشتغل ان شاء الله بدون الاضافات اللي شفناها مساء، فتوفر علي. زين، انا الهدف ابي اطبع من 1 للـ10 شباب، ابي اطبع من 1 للـ10 على الشاشه، فطبعت 1 لـ2. زين، عشان اعيدها هذا بديت بواحد، بعدين زودت الاكس. طبعا واحد يقول لي زين دكتور ليش ما حطيت هني 2؟ اقدر اقول لك اقدر. او واحد يقول ليش ما تطبع 2 بالمره هني؟ اقدر، بس انا يعني عندي شيء بقلبي براويكم اياه بعدين، بس عشان اعلمكم مبدا اسمه التكرار. ها الحين هذه لوعه هذه كنترول سي، واظل اعيد فيها 9 مرات. ما عديت صراحة، أكون صريح وياكم، خلينا نشوف وين يوصل. راح يظل يعد، وكل مرة يزيد وتزيد القائمة وتزيد اللستة. شوف وين وصل. وصل هني للـ8، يعني أنا ناقصني 2. انزين، خلينا نكبر الخط شوي. وين هذا؟ بروبرتيز فونت، نشوف اكبر فونت. هذا اكبر شيء، بولد. اي لا اكبر كذي، احلى كذي. اي كذي احلى. شوفوا من 1 لـ8. زين، طيب الخطوه هذه اللي عليها ظل هي اللي انعادت كم مره؟ المفروض تنعاد 9 مرات. زين، فانا بمسحهم كلهم واقول له هني وايل، طالما الاكس اقل من او يساوي 10، طالما اكس اقل من او يساوي 10، ابيك تنفذ لي الشيء هذا اللي بكتبه هني. ابيك تنفذ لي اللي بكتبه هني. كل مره ايش راح يسوي؟ راح يسوي نفس الكلام اللي حطيناه. ابيك تطبع سي اوت اكس عند ال، وبعدين بعد ما تطبع تزود الاكس، اكس يساوي اكس زائد 1. زين، فكل مره يطبعها بعدين يزودها بواحد، يطبعها يزودها بواحد، يطبعها يزودها بواحد. لما يوصل عند 10 راح يطبع 10
يزود العشرة صارت 11، يدخل هني يشوف هل 11 أقل من أو يساوي العشرة؟ لا، فيصير هذا فولس، فما راح ينفذ أي مرة إضافية فيطلع برا أوت. خلينا نشوف اكسكيوت ايش قاعد يصير. خلينا نشوف تعليقكم يا شباب، حطكم على جنب كذي. شباب الشاتنج، في احد عنده اي مشكله بالشاتنج؟ كا سواها للعشره، شفتوها؟ شفتوها للعشره، من الواحد للعشره، الواحد للعشره. زين شباب، زين خل نفهم ايش قاعد يصير هني. شوفوا شباب، هذا جملة الوايل، في شيء اسمه الوايل، جملة الوايل تاخذ هني اكسبريشن، وعلى طول لاحظتوا من فتحت القوس راح سكر لي اياه. هني تاخذ ستيتمنت. زين شباب، الحين انت ابو زين، اذا طالما هذه ترو it will keep going executing this، طالما هذه ترو. من تصير فولس، من تصير فولس، اذا صارت فولس يطلع برا ما ينفذ. زين انتوا فكروا فيها بالطريقه هذه، طالما قاعد اشرح انا while I'm speaking please pay attention. زين طالما قاعد اشرح انتبهوا، مجرد ما اوقف شرح او انتبه يمكن يعني تليفون ولا هذا، شو اتوقع تسوون؟ كل واحد بحال سبيله، اللي بيفتح ايميله، اللي بيكمل الجيم اللي قاعد يلعبها قبل شوي، اللي فكل واحد بحال سبيله. بس مجرد ما ارجع على المايك وقاعد اتحكى على الكمبيوتر تنتبهون مره ثانيه. فهذا معنى وايل، في اكسبرشن، في شرط هني، طالما تحقق الشرط شو يسوي؟ بينفذ، بس يطلع فولس بيوقف. وهذا اللي صار معانا قبل شوي. انا شنو كان هني بالاكسبرشن؟ كان اكس، طالما اكس اقل من او يساوي العشره، طالما ان هذا متحقق. نعم كان متحقق، ليش؟ لان الاكس باديه، الاكس بديناها ب1، الاكس باديه بواحد. وكل مره قاعد ازود الاكس، اكس ايكولز اكس زائد واحد. تدرون انا بدون الزياده هذه شو تتوقعون يصير؟ اذا الاكس ما تغير قيمتها ودشيت اللوب وهي بواحد، يعني هذه ترو دائما، عمره ما راح يصير فولس. معناته اللوب نسمي انفينيت لوب، يلف الى ما لا نهايه، يظل يسوي لوبينج 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 لغايه ما تدعس على كنترول سي وتوقف البروسيس. نجرب ونشوف. انت فلاح الثاني مو الاول. طيب شكرا على التوضيح، فلاح الثاني مو الأول، هذا فلاح، في فلاح، فلاح عازمي، أوه فلاحين. طيب نشيلها من الأول نحطها الثاني، تلخبطون. فخلاص فلاح الأول فلاح الثاني، سبحان الله أول مرة يصير كذي، الاسم الأول والاسم الأخير نفس الشيء. أنت أبو أربع اثنينات، أربع اثنينات أربعة، لا زقرتي رقمك، أربع واحدات أربع اثنينات أربعة. هلا رامي حياك الله. تمام زين، زين شباب متابعين معاي؟
شباب محاضرة اليوم الرابط مالها مال يوتيوب هذا هو هذا هو. أو شنو هذا؟ أو حطيت لكم يا بالنيوز. يعني لو بتطلع بالسيارة ما تقدر يكون عندك كمبيوتر واتفر عادي، حطه على الايفون ايباد ايبود اي شيء سامسونج، وشوف اليوتيوب، حط السماعات بأذانك وتقعد تتابع المحاضرة وين ما تكون أينما تريد. زين شباب، نرجع على الوايل لوب. فهذه قصة الوايل معنا. شوف ايش سوينا، حطينا وايل اكس اقل من 10 سي اوت. زين اذا احد مو فاهم بليز قولوا لي، ها اذا احد ما فهم اعطوني خبر حتى اقدر اوضح لكم اكثر. هذه قصة الوايل لوب يا شباب، تحتاج اشياء اساسية، كونديشن هذا مهم، وتحتاج الانكريمنتيشن، لان بدون هذه قلنا لكم لو شلت هذه مثلا، خليني اشيلها اقدر احط كومنت عليها كذي، شرطتين معناته كومنت، معناته الكمبيوتر ما يعتبرها كانها ملاحظه، ما هو شيء مقروء حقه. لما اسوي كومبايل شوفوا ايش راح يصير، تظل واحد عمرها ما تخلص، فتشوف يطبع ارقام وايد، واحد 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 الى ما لا نهايه، لغايه ما انا راس على كنترول سي. شفتوا كنترول سي؟ فانتوا عبالكم سطر واحد، بس انا لو شلت الاند ال هذه بتشوفون شلون تترس الشاشه، بتشوفون شلون راح تنترس الشاشه واحدات. انتوا عبالكم انه بس سطره واحده بس، لكن هو بالفعل قاعد يظل يطبع واحد 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 الى ما لا نهايه بشكل متكرر بدون لا يتوقف. شفت شلون شباب؟ انا بطق كنترول سي حتى اوقف البروسيس قبل لا يعلق عليه الجهاز توهق عليه. زين هذه طلعت لي، هذه مع السلامة. زين الشباب اللي دخلوا متأخر نذكركم، حضروا نفسكم في شيء اسمه اتندنس فبراير 17، طقوا على هذه الزر هذا يس، وبعدين طقوا سيف ماي تشويس حتى احسبكم حاضرين اليوم. ماشي يا شباب. انزين ندخل على نقطة أخرى، نرجع هذا مثل ما كان، ورأيكم شو ممكن تصير التركات والامتحان. قبل أن أتحدث عن الشيء هذا أحب أعطيكم بعض الاختصارات. شفتوا اكس أو اكس زائد واحد، هذه ممكن أن أختصرها وأسميها اكس بلس بلس. اكس بلس بلس معناته زود اكس بواحد. قلت لكم انا باول حصه سي لغه اختصارات، بيحبون يختصرون، ف اكس بلس بلس معناته زود اكس بواحد، وهذا من يعني هذه الاشياء اللي خلوا يعني الاسم سي بلس بلس يي من هذا الشيء، لان هي كانت لغه سي قبلها، فياو بيزودونها قالوا ها طوروها قالوا يلا سي بلس بلس. زين شو تتوقعون قبل لغة سي ايش كان فيها؟ شنو كان اسم اللغة؟ قبل لغة سي شنو كان اسمها؟ يعني ماينس ماينس مثلا ولا؟ خلنا نسمع منكم بس يعني سرد تاريخي شباب. يلا شباب هاي خمن، يعني ما عليه درجات. يا سلام علي، هذا تخمين ولا عندك خبر فيها؟ علي اتش جي يقول بي، يعني كان فورتران. لا فورتران من عائلة ثانية، ما تندرج تحت الأسرة الكريمة.
هو بي بالضبط، كانت اللغة اسمها بي، اللغة تخيلوا اسمها بي، بعدين طوروها صارت سي، طوروها زيادة صارت سي بلس بلس. لا خوش تخمين علي. زين شباب، قبل البي شو كان اسم اللغة؟ يلا عاد كلكم أذكياء الحين، قبل البي شو كان اسم اللغة؟ لا قوية هذه رامي، شكلك مراجع. لا مو لهالدرجة بسهلة. ها لا لا، ما كانت ايه، ما كانت ايه، راحت عليكم. يعني قلنا جزرناها سي بعدين بي بعدين، يعني مو لهالدرجة. لا ما كانت ايه، كانت شيء قربته، يعني كانت شوفوا المبرمجين ناس يعني ما ادري، يعني اخر شيء يفكرون فيه الاسامي دائما كذي. الناس اللي برمجون تلقى هذا الكمبيوتر ويز بس قاعد وتشكتك على الكمبيوتر، ما عنده الا هالكيبورد هذه. زين شو يشوف قدامه؟ بس حروف. زين تلقى شاطر في البرمجة يسوي ألعاب الدنيا، لكن ليه قلت له تعال عطنا اسم، عطنا يعني فكر باسم، فكر بهذا. أصعب شيء يفكر فيه إنه يختار أسامي. فلما يسوون لغة برمجة، ها ما أدري، صعب عليهم يفكرون باسم، سموها كذي الكلام اللي بكتبه الحين. لا باسكال شيء ثاني، باسكال أسرة ثانية، سموها A programming language. لاحظوا نكرة، مو ذا، لا A programming language، يعني لغة برمجة. تخيل أنت، متخيل؟ إنزين طبعا تدرون الأمريكان مع الاختصارات، ها أمريكان يا حبهم حق الاختصارات، فسموها a programming language، فقاموا طويل الاسم سموها APL. اي ما يخالف، ما ادري، ما عنده سالفه، سموها APL اختصار a programming language APL. ها سمعتوا شباب APL؟ الحين طوروها، طبعا اتحكي الحين انا يعني قاعد اتحكي عن الخمسينات، انا ها خمسينات ستينات كذي، يعني القرون بالنسبة حق الكمبيوتر القرون الوسطى. زين APL، الحين APL بيطلعون فيرجن جديد، توهقوا المبرمجين شو يسمون APL؟ هي اصلها A programming language، يسمونها بعدين شنو؟ يعني the second programming language، مو راكبة طويلة، لأن خلاص مشت APL عليها. فقالوا شوفوا احنا APL اول حرف اسمها A، يلا اللغة الثانية يسموها بي، خل نمشيها هجائي، فصارت بي. زين طوروها صارت سي، قالوا ولا احنا كذي كذي بنخلص الحروف الهجاء كذي على ما نطورها؟ قالوا لا خلاص، تدرون شلون؟ في امر اسمه سي بلا، يعني بلس بلس، هذه مثل ما تشوفون الحين، وهذا يا بالسالفة كلها شيء اسمه شلون اكس بلس بلس، يعني يزودها بواحد، فسموها سي بلس بلس. الحين يوم طوروا سي بلس بلس بعدين، لا صارت منها فيرجنز، سي بلس بلس ظلت مثل ما هي. وصارت ليش، واحد يمكن يسألني ليش الجافا، هي ترى الجافا انبثقت من السي بلس بلس، اصلها سي بلس بلس. البي اتش بي اصلها يعني تقريبا نفس الاوامر بس فيها فانكشنز مختلفة، الجافا طلعت من هذا الشيء، بس ليش سموها؟ او فيصل عنده مشكلة هنا الظاهر. فليش سموها، ليش سموها جافا؟ لأن يس يو ديت شو ديت، فيصل معانا هنا ولا ضيع؟ وين فيصل؟
هتكون ما يدري احنا هنا. زين وين اللينك؟ اعطونا اللينك. اوكي follow us on the follow us on the online lecture at شباب اعطونا اللينك مال اليوتيوب. واحد يحط لي اياه هني. شنو عندي انا فوق؟ ضاع علي. لو واحد يلقى لي اياه يكاهو كاهو. كوبي شورت كات نحط له اياه هني. اوكي طيب انزين نرجع على اوكي شكرا علي. فنرجع على هني. فعرفت قصه السي بلس اكس بلس بلس؟ عرفت السالفه هذه؟ زين الجافا ليش ما سموها مثلا شيء ثاني؟ الجافا لان اذا يعني هي شيء مختصر يعني اختزلوا شوي من الاشياء اللي يعني السي بلس بلس وايد قويه وايد فيها فيتشرز فاختزلوا منها اشياء وخلوها مور كومباتبل وحطوها بالجافا. يعني هنا عندنا بوينترز راح ندرسها. الجافا ما فيها بوينترز على سبيل المثال، يعني هذا واحد من الاشياء. والجافا اول ما نزلت كانت وان دايمنشن، ما فيها تو دايمنشن. يعني في اشياء بالاريز، في اشياء بالبوينترز، في اشياء فاختزلوها. ليش اختزلوها؟ عشان يبون يخلون الجافا بورتابل. بورتابل يعني تتقبل تركب على اكثر من جهاز، على اكثر من. ولذلك تشوفون اكثر الاجهزه اللي يعني تلقون هذا نوكيا، هذا بيسمونه بشار، يمكن تطوروه بعد شوي اللي بعده مستشار، يشغل العاب جافا. زين يعني على ابسط الاجهزه يشتغل، ويشتغل على اليونكس، على اللينكس، على السن، على البي سي، على الويندوز، على الماك، على كل شيء. زين وفيري كومباتبل، يعني ما تحتاج يعني نصه يصير يترجم على الجهاز ونصه يترجم على ال. فمو مثل ان يو هاف تو ريكومبايل ات اجين على المشين. المهم يعني اللي مو تخصص كمبيوتر ما يهمه مالك، الا كل يهمه انه شنو يعني اكس بلس بلس. اكس بلس بلس يزود اكس بواحد بس. زين خلينا نسوي اكسكيوت مره ثانيه ونشوف شنو الفرق اللي راح يصير معنا. اوه من واحد لعشرة، شفتوهم؟ رصاهم رصة ورا بعض من واحد لعشرة. انزين خلنا يكون الفرق لو حطيت بلس بلس اكس بلس بلس اكس. خلنا نسوي الاكسكيوت شوف ايش يصير. ايش تتوقعون يصير شباب؟ اعطاني نفس النتيجة شباب، شوفوا نفس النتيجة. زين شو الفرق؟ الفرق ما يبين اذا كانت بروحها بسطر واحد شباب. اذا بروحها بسطر واحد ما راح يبين. شلون تبين؟ متى تبين؟ اراويكم الحين. شوف شباب، وهذه مجال الاسئلة في الامتحانات، فركزوا وايد زين عليها. انا لما اقول لكم هني زين اكس انت اكس يساوي 5 وانت واي يساوي 3، وبعدين اقول لكم زين عندي انت زد، وبعدين هي اقول ترى زد يساوي، انتبهوا زين زين زين، يساوي x بلس بلس، وعندي w عرفتها، واقول w تساوي بلس بلس الواي.
انزين خلني أحللها لكم. شباب، انتبهوا زين زين زين. انا لما اقول اكس يساوي 5، سويت مربع في الذاكرة كذي سميته اكس وحطيت داخله 5. لما اقول واي تساوي 3، سويت مربع في الذاكرة سميته واي وحطيت داخله 3، وعندي مربعين فاضيين هني، واحد اسمه زد واحد اسمه دبليو. زين شباب، واحد اسمه زد واحد اسمه دبليو. انا هذه نفذتها الثلاثة الحين. زين، زد دبليو كاهو سويتها هني. شوفوا ايش سويت شباب عشان انفذ هذه. انتبهوا زين زين زين، زد يساوي القيمة اللي بحطها هني بالزد يساوي شنو؟ يساوي اكس قبل لا تزودها. فكم قيمة الاكس قبل لا تزودها؟ يساوي 5. وما اوصل هني، ما اترك الجملة هذه الا مزودها ان شاء الله. فاكس اشطب الخمسة صارت 6، بس الستة هذه ما تأثر على الزد لان خلاص نقلتها. فانا نقلتها، انقلها وبعدين ازود الاكس. انزين، خلصت الحين هذه السطر هذا. انتبهوا زين، شو يقول هني؟ زود اول الواي، فالواي شوفوا بشطبها صارت 4، وبعدين انقلها، بعدين انقلها بالدبليو. فالاربعة الحين راح تنتقل تروح الدبليو، صارت 4. شفت شلون؟ شفت الفرق؟ الفرق لما يكون عندي بلس بلس اكس غير عن لما يكون عندي اكس بلس بلس. متى تفرق معاي؟ تفرق معاي اذا ما كانت بجمله بروحها كذي. هذيل ما فرقوا، هذيل الحين بروحهم كذي ما فرقوا، لكن تفرق لو كانت مثلا حطيتها في جمله، مثلا قلت له على سبيل المثال زد يساوي، او قلت له سي اوت. اذا قلت له سي اوت يعني القيمه حط قيمه الاكس على الشاشه قبل لا تزود، او زود بعدين اطبع. عرفتوا متى تفرق؟ متى تفرق؟ لما تكون مو على قولتهم لوحدها في الشاشه، مو بروحها بالشاشه. ماشي يا شباب؟ انزين، فهمتوا؟ خلينا نشوف عنده احد سؤال. ماشي، انزين، خلني اعطيكم شيء يحرككم. خنطق لكم بيب بيب على كل واحد هني، خل صحيكم كان نايمين. شباب اصحوا. This web page wants to run the following. Allow. وصلت؟ انزين، خليني انا اعطيكم مثال واشوف شو تقولون. شوفوا شباب، الحين قلت انت اكس يساوي 3، انت واي تساوي 5. زين، وانت زد. اول واحد يجاوب اللي بقوله بياخذ عليها بونس. بقول سي اوت زد. زين، شوفوا زد شو تساوي. زد تساوي اكس بلس 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 واي. يلا فتش اقبض. يلا يا شباب، يلا يا شباب، خلينا نشوف. وين راحت الشاشة؟ الشات معلق. دزيت لك بيب الظاهر علق. كم يقول؟
310 وايد 10 10 ستار 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 ستار. خلينا نشوف خلينا نشوف شلون تنحل هذه. شوفوا شلون قسمها شباب، خلينا نشوف شلون قسمها. هذا القلم الأسود، شوفوا، شفتوا البلسين هذيل مال الأكس، شفتوا البلسين هذيل مال الواي، شفتوا البلساية هذه هي عملية الجمع الصجية. اها شني قربت. فالحين ايش قاعد اقول له؟ قاعد اقول له هني، طبعا انتم لا تحسبون على الفاصله المقوطه هذه تصيرون كومبايلر عليه. الاكس اقول له اخذ قيمتها قبل الزياده، كم قبل الزياده؟ كانت 3. الواي اخذ قيمتها بعد الزياده صارت 6. اجمع 3 و6 9، ما حد قال لي، ما حد قال 9، ما حد قال فيكم 9. شوف راحت عليكم، قالكم راحت عليكم. العشرة من وين جات؟ انتوا حسبتوها 4. لا لا لا، اكس اكس باخذ قيمتها. كان تذكرون يا شباب، شوفوا هذه تذكرون لما قلت لكم زد يساوي اكس بلس بلس؟ اذا كانت هذه هني الثلاثة، اخذ الثلاثة احطها بالزد بعدين ازودها ب4. توني متحكي عنها بالضبط نفس الحالة هذه، نفس الحالة هذه. سوري، هذه الحالة ان لا، هي نفس الحالة هذه، ان انقلها بعدين ازودها. ماشي شباب، زين. هاي اول اختبار فشلتوا فيه، خلينا نشوف غيرها. انزين الحين هذا بالنسبه حق الوايل لوب مع التركات مالته. الحين انا نفسها بسوي، بحول الوايل لوب الى فور لوب. يا شباب الوايل لوب بحولها فور لوب. اي وايل لوب اقدر احول لك اياها الى فور لوب بثلاث خطوات. الخطوه الاولى حفظوها مني شباب، الوايل اكتب فور بدالها، القوس هذا حط فاصله منقوطه قبل الشرط وفاصله منقوطه بعد الشرط كذي، زين، فاصله منقوطه قبل وفاصله منقوطه بعد، حلو. انزين هذا الانيشال كونديشن تحطه هني، وهذا الانكريمنتيشن تحطه هني. بس كاني حولتها. طبعا الفاصلة الزايدة المنقوطة هذه ما تحتاجها، الفاصلة المنقوطة الزايدة ما تحتاجها. ماشي، الحين اسوي لها اكسكيوت واشرح لكم اياها بالقلم الحين، بس خلنا اتاكد انها قاعد تشتغل صح. شفتوا شباب نفس النتيجة. زين خلينا نفهمها، خلينا نفهم ايش صار. شوفوا شباب، أنا الخطة كالآتي: أني وايل لوب عشان يشتغل الواي صح، فيهني الكونديشن، ها اللي هو سميت الاكسبريشن كونديشن، وفيهني الفاريبل الانيشاليزيشن، وداخل اللوب ما يشتغل اللوب صح الا في شيء اسمه انكريمنتيشن او ديكريمنتيشن، يعني سواء قاعد يزيد او ينقص. زين عشان احول هذه الى فور لوب شو احتاج اسوي؟ الفور لوب فيها 3 اجزاء، الفور لوب افتح قوس كذي وفيها فاصلة منقوطة مرتين.
الفاصلتين هذيل يقسمون القوس إلى 3 أقسام، هذا القسم الأول، الثاني، الثالث. الأول هو اللي يبتا من فوق اللي هو incrementation، أو لا سوري initialization، initialization، وهذا الكونديشن وهذا الانكريمنتيشن. أفتح قوس أصك القوس. فإذا أنا أبي على سبيل المثال أقول له أبي أعد من 1 للـ10، أقول له 4. أقدر أعرف هني الانت اكس، إذا أبي أقول له انت اكس لازم أحط له قيمة ابتدائية، لازم يساوي 1 فاصلة منقوطة. الاكس أبيها توصل لما 10، أقول له اكس أقل من أو يساوي 10. الاكس كل مرة تزيد بكم؟ اكس يساوي اكس زائد 1، أو هذه أبدلها بأكس بلس بلس. أفتح قوس أصك القوس أقول سي أوت أكس، خلصت. هاي طريقة للفور لوب. إنزين أنا بسألكم سؤال، يعني منو أفضل الفور لوب ولا الوايل لوب؟ يلا شباب اصحصحكم الحين بالبيب. الفور لوب اللي يقول لي عشان بس اتاكد ما قاعد يشير، يقول لي ليش نفس الشيء عبد اللطيف يقول. زين يعني هالمبرمجين يعني يسوون شيئين نفس الشيء، مو معقوله يعني، مو معقولة. هل يألفوا اللغة قواطي؟ أكيد في لها يعني ميزة عن الثانية، يعني أكيد كل هم يسوون نفس الأداء نفس الوظيفة معاك، بس يعني شنو زويدة فيها؟ يعني هي سالفة يعني ذوقية، يعني واحد قال لا ما ابي اكتب فور بحطها وايل، ولا سالفة الموضوع. يعني الفور لوب نسبة الخطأ اقل، والله كلام منطقي تصدق. ليش نسبة الخطأ اقل؟ بس وضح زيادة عشان تلم الموضوع عدل. خطوة خطوة 3 خطوات، لأنه ينكتب في سطر واحد. يا سلام، منو هذا؟ أحمد، أحمد اللي قال فور لوب نسبة الخطأ. أنتوا واحد يعدل حق الثاني، عرفتوا لعب طائرة، واحد يرفع الثاني يكبس. هذا أحمد وعبد الله. زين عبد الله رفع له وأحمد كبس له ويا أبوها قول. وهذا معاذ صد الكرة توه. تحدد أفكارك بين الأقواس يا شباب. درر درر. شوفوا خليني أقول لكم كلامكم كله صح ومو مسكت. شوفوا شباب، البرامج عادة ما تكون مثل الكود هذا اللي كتبت لكم يا سطرين ولا صفحة واحدة. يعني انتو تخيلون برنامج مثلا، شفت الكود هذا اللي تدشون عليه مال SIS، شفتوا مثلا هذا برنامج اللي تدشون عليه وتسجلون مثلا مواتكم، هذا ترى برنامج مكتوب بكود بلغة. تتوقعون يعني 10 صفحات مثلا؟ تتوقعون كم؟ يعني اعطوني كم 10 صفحات الكود. انت شلون تعرف طول البرنامج؟ لما تشوف كم كي البرنامج. انت لما تسوي كومبايل حق برنامجك هذا بصفحة تلقى مثلا 2K 3K حسب حروف. لما تشوف برنامج مثلا 3 ميجا،
يعني 3 مليون، هذا يعني هذا بدون يمكن مع الباينريز، بس اذا كان تكست بيس، اذا كان تكست بيس انت قاعد تحكون عن يعني البرامج عادة عادي يصير 1000 صفحة عادي. فتخيل برنامج 1000 صفحة، تخيل برنامج 1000 صفحة، وانت بالصفحة الأولى كتبت له، ها كتبت له while اكس اقل من مثلا 295، وبعدين فتحت القوس وكملت في البرنامج الصفحة 500، ها كتبت له هني اكس يساوي اكس زائد 5، يعني كل مرة الاكس تزيد بخمسة. انت الحين اليوم انت ذاكر الشيء هذا، بعد سنة ترجع حق البرنامج تقول الاكس ايش كثر قاعد تزيد. تدري عشان تعرف الإجابة هذه تحتاج تصفح 500 صفحة تدور عن اكس عشان تعرف وين قاعد تزيد وش كثر قاعد تزيد عشان تقدر تفهم البرنامج. انت متخيل كمية الشغل اللي محتاج تسويه؟ لكن على قولة احمد وعبد الله، ها لما يكون كل شيء مثل كنترول بانل، ها شلون كنترول بانل؟ لما يكون كل شيء فور لوب، انا اعرف متى بدت وشون راح اوقف وش كثر راح ازيدها. بس الحين كيفك؟ تبي 1000 صفحة؟ تبي 100 صفحة؟ على راحتك، متى ما تسكر القوس سكره مو مشكلتي، انا كل شيء ابي عرفته هني. عرفتوا الفرق؟ فهم سووا الفور لوب عشان تصير اسهل للقراءه، سوري اسهل للتحكم، كل شيء مثل كنترول بانل. الوايل لوب يا شباب اسهل واقرب للغه الادميين، يعني انا لما اقول while I'm speaking please be quiet كلامي واضح، while x اقل من 10 print كلام واضح، لكن لما اقول for x less than x equal كنا بديت اتحكى فرنسي، يعني اللي يسمعني من بعيد ما يعرف لغه برمجه، واقول for x equals 5 x less than كلام كنا مرقع. لكن لما اتحكى while x is less than 10 do so and so، هذا كلام اقرب حق الفهم. فكل يعني شيء على حساب شيء، الوايل قراءه سهله، الفور تحكما اسهل. ماشي شباب انزين. فخلنا نشوف منو عندنا هني. فخلصنا الفور، خلصنا الوايل، عندنا خل نعطي بس الشباب هذا. عبد الله بس عشان ما تلخبط بالاسامي، منو اللي هني؟ اتحدد افكار وخسر. اوفر اتوقع الفور ميزة الوان يقدر عندنا احمد اف اس، محمد معاذ، احمد محمد معاذ، احمد محمد، الحين احمد كان معاذ صدتك هني، احمد اف اس هذا هو احمد اف اس، محمد منو كان؟ محمد صفر ولا منو؟ فيصل معلم، فيصل قاعد دز لي مسجات وقت الدرس، انطر شوي لان تطلع لي بوب سكرين قدامي وافتحها الكل يشوف ايش قاعد تكتب لي، فانت ما تبي كذي. And the chat's not working for me, but I'm paying attention. Okay, تمام. احنا نعتذر هالمرة اضطرينا ندش بالشات لأن الغرفة محجوزة حق درس ثاني،
الغرفة محجوزة الدرس الثاني، وأنا ما قلت لكم روحوا هناك، ما حطيت لكم اللينك لأنه بوقت غير حصتنا، لأن باكر ما راح أقدر. شباب باكر وقت الحصة ما فيها، أنا قايل لكم 18 19 20 ما راح أكون موجود، لكن راح أعوض لكم ياهم في أوقات مثل كذي. فهذه بدل حصة، هذه بدل حصة باكر. فباكر ما عندكم حصة، أعطيتكم حصتكم اليوم. زين، منك قاعد أدور، محمد صفر ولا منو كان محمد؟ محمد اي ام الغيث has just beep you، قاعد تسوي لي بيبينج. ايه الغيث الظاهر يقول انا محمد، ايوه هذا هو تي. انزين خلينا نسوي سيف قبل لا تروح علينا. انزين نذكر الشباب، نذكر الشباب اللي دشوا متاخرين قبل نهاية الحصة بليز، لأن راح يوقف هذا بعد شوي. طقوا الأتندس، حضروا روحكم، ما راح أقرأ أسامي لأن بعضكم ما قدر يدش على الشاتنج روم، فكلكم مفروض تقدرون تدشون على موقع الـ OCS. في بموقع OCS في شيء اسمه الأتندنس فبراير 17، فبراير 17 بالأتندنس تلقونه هني، ضغطوا عليه وبعدين طقوا على يس انك حضرت، طق يس وراح على طول تسجل اسمك انك حاضر معي. انا من طرفي راح اضغط على هذا ويبين عندي ما شاء الله كل الشباب دخلوا معنا اليوم. عندنا عبد الله عبد اللطيف، عبد الرزاق، احمد، علي، فيصل، فلاح، خالد، معاذ، محمد، محمد 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 ورامي ما شاء الله. فنشكركم جميعا على حضوركم. احنا باقي لنا اربع دقائق انزين نكمل فيها، بس الجزء الباقي عندنا جزء صغير بس اللي باقي على درس اليوم حتى نكون لمينا الموضوع بالكامل. شفنا احنا هني شلون حطينا الفور لوب، الوايل لوب، في شيء اسمه دو وايل دو. زين شلون طريقتها هذه؟ أراويكم، خلنا نمسح كل هذا. أقول له دو أفتح قوس، وين قوسي؟ كاهو، وأحط الأوامر هني داخل قوس، ولو خلصت أكتب هني while وأحط الكونديشن. إنزين while x مثلا أقل من أو يساوي العشرة، وحط فاصلة منقوطة بعدها لازم هني. زين دو وايل، وذكروني اعطيكم تريك بعد شوي قبل اقول دكتور شنو التريك باخر الحصة، شنو التريك اللي تحطها عادة في الامتحان، بس ذكروني هالكلمة. ها عن الفور لوب، في تريك احطها بالفور لوب انا وايد، فبس ذكروني قبل لا اخلص. بس شوفوا لي الدو وايل هذه، الدو وايل هذه الحين اي شيء احطه هني مثلا سي اوت اكس. زين شباب اعتبروا هذا بالامتحان، اعتبروا هذا الامتحان، كم مره راح يطبع الاكس؟ اكس باديه من واحد، شباب كم مره راح يطبع الاكس؟ اعطيكم مقدمه شنو الدو وايل تسوي. الدو وايل لما اقول الدو وافتح قوس وسك القوس اكتب هني وايل، إذا هذا ترو، طالما هذا ترو بيتم ينفذ هذا على طول، يتم ينفذ 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 طالما أن هذا ترو. الفرق هني شنو؟ أنك قاعد يفحص الشرط بعدين مو بالأول، الوايل يفحص الشرط بالأول، الدو وايل يفحص الشرط تالي مو بالأول تالي. زين الحين نرجع على السؤال هذا، كم مرة راح يتنفذ؟ شوف شباب كم مرة قاعد يتنفذ؟ علي يسأل شلون طريقة الغياب؟ طريقة الغياب شباب وضحتها بس ما في مانع أوضحها مرة ثانية وثالثة ورابعة. علي أنت حاط اسمك علي اتش حسن مو أنت نفسك؟ ضار سألتني قبل علي اتش ام، علي اتش لا أنت غير،
خاف عندنا أكثر من علي. علي إذا عرفت الطريقة دش على الموقع الرئيسي، علي دش على الموقع الرئيسي، الموقع هذا، الموقع هذا الموقع، شفت وين بداية الكورس؟ هني بدايته في شيء تحت هني، إذا أنت ويانا تشوف اليوتيوب في شيء اسمه اتندنس فبراير 17، طق عليه راح تلقى بعدين اي اتندد، اكتب يس سيف وراح يخلص الموضوع. زين خلينا نشوف كم مرة الحين؟ 10 مرات. فيصل يقول 10 مرات. إذا عندك كومبايلر جربه، إذا 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 اشتغل 10 مرات أنت إيه من غير امتحان. إذا اشتغل 10 مرات ووقف بعطيك إيه يا فيصل، ولا تدش امتحان ولا شوف وجهك لآخر الكورس. شباب يلا يا شباب، ايش فيكم صخيتوا؟ ما تبون ايهات؟ خلاص صكينا باب ليه شباب؟ انفينيتي شباب انفينيتي. شوفوا ليش الاكس كم تساوي هني؟ 1. انزين بيطبع شنو؟ يطبع الواحد، بعدين يفحص الشرط يطلع من اللوب ولا ما يطلع؟ الاكس اقل، الواحد اقل من 10، ترو، بما انها ترو بيعيد ينفذ هذا مرة ثانية، بيطبع 1، بعدين شو يسوي؟ بيطلع من اللوب، ما يطلع الا فاحص الشرط اول، يطلع من اللوب؟ لا ما يطلع. ليش؟ لان الشرط يقول 1 اقل من 10 ترو، بما انها ترو يعيد مرة ثانية، يطبع 1، وبحين يفحص الشرط يلقى ترو، اطبع 1، وهلو مجر الى ما لا نهايه. شلون اخليه يوقف؟ لازم احط هني اكس بلس بلس او بلس بلس اكس، نفس الشيء، لان قاعده بروحها على السطر ما تفرق بلس بلس اكس ولا اكس بلس بلس، بما انها بروحها على السطر ما تفرق. الحين يطبعها بس 10 مرات، الحين بهالحاله يطبعها 10 مرات. زين شباب؟ زين شباب؟ زين شوفوا شباب، هني راح يطبع 10 مرات، لكن لو سويت كذي يطبعها 9 مرات. انتبهوا زين، ها انتبهوا زين، ما اخذ بالكم من هالشيء. الحين نوصل عند نهاية حصة اليوم، ومثل ما قلت لكم ذكروني وما حد ذكرني شنو الترك اللي انا عادة حط لكم اياه. دكتور مو راضي ياخذ حضور، ايه لان تاخرت. خليني اوسع لك، المفروض كنت ماخذ من زمان. لاحظ، خليني امدد لك الوقت، لان الحضور بس وقت الحصه، كنك داش متاخر، عرفت شلون؟ بس بما انها اول مره والشباب يعني مو عارفين الطريقه، فنمدد لك الحضور. الحين اخليه ياخذ الحضور. انا فاتح المجال، كنت للساعة ايه، خليها الحين ساعة كم؟ اقول سيف تشينجز، الحين راح يخليك تاخذ الحضور. سوي ريفرش على الصفحة تطلع لك الزر عشان تاخذ الحضور، ماشي؟ زين ماشي شباب. هني نوصل نهاية ال نهاية حصة اليوم، ونشوفكم إن شاء الله إذا في مجال يوم الخميس إن شاء الله نفس الوقت بدل الأربعاء. إذا في مجال يوم خميس أو يوم الأربعاء ما أدري، أنا راح أدز لكم إيميل. إنزين أنا عادة يا شباب يعني أدز إيميل إذا في محاضرة أو في امتحان أو في شيء، أدزه مو أقل من 24 ساعة. زين مو اقل من 24 ساعة. فاذا انت ما تبي كل دقيقة تفحص ايميلك وتشوف الموقع، عادي انا عندي لو ثبت لك باليوم ثبت لك بس دقيقة واحدة تدش عليها بالموقع
ما يطوفك اي شيء، بس شنو التزم. يعني اذا اليوم دخلت الساعة واحدة، كل يوم ادخل الساعة واحدة نفس الوقت كل يوم، دقيقة واحدة بس ابي من وقتك، دقيقة واحدة بس. زين، طيب اذا الخميس مسافر، احنا ممكن نسويها يوم الثلاثة بالليل او الاربعاء بالليل. ماشي، احنا ممكن نخليها الخميس او الاربعاء، يا الاربعاء بالليل ممكن اسويها الاربعاء بالليل نفس الوقت هذا، او ثلاثة بس صعبة شوي. انا اخلي الاربعاء زين، الاربعاء وقت حصتنا بس راح يكون بالليل بدل العصر، للعصر ما راح اكون انا متواجد. ماشي، تبون شيء ثاني مني شباب؟ خلصت الحصة، تبون شيء؟ شباب تبون شيء؟ الله يسلمك. زين، انا قلت لكم ذكروني بقول لكم تريك. اذا بيصير الاربعاء ان شاء الله نفس الوقت، قلت لكم تريك. كان واحد يديش عرض يقول ما اشتغل الحضور وهذا، كان علمه ونسيت الموضوع. شكلكم ظاهر مو مستاهله سالفه. خلاص شوفونا بالامتحان ان شاء الله. زين، طيب في واحد يبي يعرف الترك، فخلنا نقول له اياها ونختم عندها. شوفوا شباب، لو قلت لك فور انت كلها اكس اكس، خلينا نسوي واي تساوي الصفر، ها، وبعدين قلت له واي واي اقل من او يساوي الواحد. زين، بعدين اقول له واي بلس بلس، بعدين اقول له سي اوت، اقول له واي. يلا شباب، شنو راح يطبع على الشاشة وكم مرة؟ زين، خلينا نشوف اللي صدق يجاوبها صح ومن اول مرة يستاهل. يلا يا شباب، يلا يا شباب، ها تبغوا زين؟ راح يطبع واحد صفر واحد، يعني شيئين صفر واحد أكيد. شباب أقول لكم تريك، هذا تريك يا شباب. ممنوع استخدام الكومبايلر مرة واحدة، ها؟ مستعمل كومبايلر، ها؟ مكرر زيرو، أوه ما يوقف مرة واحدة. شباب كل إجابتكم غلط، كل إجابتكم غلط. لا مو ايرور، أقول لك ترك تقول لي ايرور. شباب ما راح يسوي ولا مرة، اللوب ما راح يفتر ولا مرة. ليش؟ لأن في فاصلة منقوطة هني، في فاصلة منقوطة هني، ما راح يكرر ولا مرة.
انزين راح ينفذ الفور لوب، يخلص منها، يلف كل اللفات، ما يطلع من الفور لوب الا هذا فولس. متى يصير هذا فولس؟ لما الواي تساوي واحد، لا لما الواي تساوي اثنين، لان صفر بيلف باللوب، الواحد اقل من او يساوي بيلف باللوب، الاثنين لما يصير الواي باثنين يصير هذا فولس، يصير هذا فولس يطلع اوت من اللوب، فيلقى شنو؟ يلقى في جملة هني تتلقفه اسمها سي اوت، تقول اطبعني، اطبعك كم فيك يا واي؟ يقول فيني اثنين، اطبع اثنين على الشاشة، فراح يطبع اثنين على الشاشة. شفتوا الترك يا شباب؟ انتبهوا زين، راح يطلع شيء، راح يطلع شيء، راح يطلع اثنين على الشاشة. ماشي يا شباب؟ قاعد اقول لكم ترك. ماشي، فدرسوا زين، اكلوا زين، وناموا زين، تصبحون على خير. السلام عليكم.